اليوم أصبح اقتصاد الجزائر هو الاقتصاد الثالث في العالم. صح كاينه اللي عجبني هما الاخوان ملي كيصفقوا متيقين ثالث اقوى اقتصاد في العالم. ما قالتهاش فرنسا، فرنسا اللي جلست في الدوله الجزائريه 132 عام وما خرجتش قالت انا ثالث اقوى اقتصاد في العالم. فرنسا اللي اسست الجزائر وهي السابع اقتصاد في العالم. فرنسا هاد الثالثه دا بلاصه الالمان. المانيا وما ادراك ما المانيا الثالثه في العالم، وما كتخرجش تقول لك انا الثالثه في العالم. المانيا اللي كتصنع ديك الطوموبيل اللي كيسوق فخامه الرئيس الجزائري، المانيا اللي كتصنع ديك الطوموبيل اللي كيتحرك بها الجيش الجزائري، المانيا مختصه في الفارماسيوتيك. ثالث اقوى اقتصاد في العالم المانيا مختصه في التكنولوجيا. الثالث ما قالتهاش اليابان ما قالتش اليابان اللي معروفه بكوريا الجنوبيه، برازيل، بريطانيا العظمى، هادو كلهم كيصنعوا لا تكنولوجي، كيصنعوا الطوموبيلات، كيصنعوا الخيال العلمي، وما خرجوش قالوا حنا ثالث اقوى اقتصاد في العالم. هادو دول العظمى في الاقتصاد. جا فخامة الرئيس الجزائري في ظرف 5 سنوات رد الجزائر من والو لثالث اقوى اقتصاد في العالم. انا اتساءل اليوم ماذا يصنع النظام الجزائري؟ الاقتصاد الجزائري علاش مبني؟ شنو المعيار اللي خدا فخامة الرئيس الجزائري باش يقول لنا ثالث اقوى اقتصاد في تال بي بي ما شاداش؟ ما يمكنش صاحبي. بي بي ديال الهند واش هو البي بي ديال الجزائر؟ البي بي ديال البرازيل هو ديال الجزائر؟ البي بي ديال استراليا هو ديال الجزائر؟ بي بي كندا صاحبي، مع كندا وقيله هي العاشره في العالم، وشمو يخرجوا يقولوا احنا الثالثين ولا من العشره الاولين؟ هادو ناس كيصنعوا، ناس فريمون كيصنعوا. ولكن قلت لكم اللي عجبني انا اكثر ماشي هو ما قاله فخامه الرئيس، حيت انا كنصدق الرئيس الجزائري، ورئيس ما يمكنش يكون كيكذب، انا كنصدقه. ولكن اللي عجبني هو الطريقه باش تفاعل معاه، الحضور في القاعه، مؤمن بما قاله فخامه الرئيس الجزائري، مؤمن انه الاقتصاد الجزائري ثالث اقوى اقتصاد في العالم. كاينة فخامة الرئيس، كاينة أقوى دولة في العالم الجزائر، أقوى جيش في العالم الجزائر، ثالث أقوى اقتصاد في العالم الجزائر. كتصنع كل شيء وخا ما كتصنع حتى حاجة. تحياتي.